أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية فعاليات النسخة الرابعة من برنامج ستارز التدريبي بمكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، الذي يستمر حتى 24 من أكتوبر الجاري، ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويستهدف البرنامج فئة المتطوعين من الشباب والفتيات، خاصة طلبة الجامعات، ويوفر لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات السوق. برنامج ستارز من البرامج الواعدة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات برنامج أجايل يوث لإخراج جيل واعي قادر على فهم المستقبل، بيتعلم من خلال الفعاليات حاجات كتير زي التنمية المستدامة، زي المشاريع الخضراء الذكية، بيتعلم إزاي يواجه التصدي ويتصدى للحروب الإدراكية والإشاعات، ويعرف دور مؤسسة حياة كريمة في دعم القضية الفلسطينية. برنامج ستارز هو بالتعاون بين مكتبة اسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، دي النسخة الثانية على أرض البحيرة في مكتبة مصر العامة. البرنامج بيهدف إلى تنمية قدرات الشباب من خلال التنمية المستدامة ومعرفة ودعم القضية الفلسطينية، وكذلك تنمية مهارات الشباب. احنا بننفذ النسخة الرابعة من برنامج ستارز ونجوم مصرية. برنامج ستارز تم تدشينه بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية، هدفه هو بناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية وتمكين الشباب في قطاعات مختلفة، منها التنمية المستدامة ووظائف المستقبل، منها ريادة الأعمال، منها مواجهة الشائعات والحروب الإدراكية، منها ثقافة الابتكار والهوية المصرية أو الحفاظ على الهوية المصرية. استفدت جدا من برنامج ستارز، واتكلمنا عن الحروب الإدراكية، واتكلمنا عن الاقتصاد للشائع والرياضة الأعمال، واتكلمنا برضو عن رؤية مصر 2030 ودور مصر في القضية الفلسطينية وثقافة الابتكار والاختراع. برنامج ستارز نسخته الثانية على أرض البحيرة، النسخة الرابعة. برنامج ستارز ناتج عن تعاون ما بين مكتبة الإسكندرية وما بين حياة كريمة، بيتم تنفيذه النهاردة في مكتبة مصر العامة. برنامج ستارز يهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديا وتوعيتهم. وبرنامج ستارز بيستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر المعرفة والوعي بالتعاون مع مكتبة اسكندرية ومكتبة دمنهور. بصراحة كانت حاجة جميلة وأول مرة تحصل عندنا في البحيرة إن احنا نشوف برنامج بيستهدف الشباب وتوعيتهم بالكمية دي أو بالنشاطات دي.